استضيفكم عذرا في دقائق معدودة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. عندنا تكريم الآن لعدد من المشاركين والمتعاونين معنا في قرية عسير في الجنادية 33. المكرمين من وفد إمارة منطقة عسير الأستاذ عبد العزيز السريعي. وما للإعلام من أهمية قصوى في نقل الحدث ووضعكم داخل الصورة من قرية عسير. فكان لدينا سناب عسير الآن الأستاذ محمد الشمراني. يتواجد كل من الأستاذ عبد الله أرجع والأستاذ سعيد السرحاني. كما أبدع لدينا إحدى القنوات من اليوتيوب تنقلت الحدث من أرض الجنادرية وبالأخص من قرية عسير، قناة فنون الجنوب الأستاذ موسى الشهري. ومن أرض العسل كان معنا النحال أو مناحل المانع الأستاذ يحيى مانع. ومن داخل معرض الحرفيين والحرفيات أبرز شباب وشابات منطقة عسير الحرف اليدوية والفن التشكيلي أمام الزوار. فكان معنا من داخل المعرض متحف متكامل وهو متحف الراقدي للأستاذ محمد الراقدي، يتسلمه بالنيابة ابنه طارق. كذلك في فن الحدادة وحرفتها والنجارة كان معنا الأستاذ بريك القرني. وحينما ترسم الريشة فن مختلف، فمؤكد أن يكون لدينا الفنان التشكيلي الأستاذ علي آل زياد. وفي حرفة صناعة الخوص برزت لدينا الأخت الأستاذة خزمة البيشي. وفي مجال البهارات وفي مجال القهوة كانت أول سيدة على منطقة عسير تحصل على علامة تجارية في هذا التخصص وهي الأستاذة عطر الأحمري. وكذلك في الفن التشكيلي بالمعادن برزت لدينا الأستاذة ندى سالم. نشكر لكم طيب الاستماع لنا، والآن نترككم لاستكمال ما تبقى من فقرات فرقة شهران الشعبية.